قبل يومين نزلت رغدة الفيديو كليب لأغنيتها المنتظرة بعنوان قلق، واللي حقق نجاح كتير كبير وأحبه الجمهور بشكل كتير كبير، حيث حقق الفيديو كليب ما يقارب 1,000,000 مشاهدة خلال يومين فقط من إصداره على يوتيوب. ومن بين ردات الفعل اللي شفناها من اليوتيوبرز كان تعليق أحمد أبو الرب على الفيديو كليب، وكتب: ليش رغدك صار صوتها حلو؟ شكلها بتقلدني. أما فريد فكتب: وعملتي قلق 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 مع إيموجي زومبي. تمكن أبو فلة من تخطي حاجز 3,000,000 متابع على إنستغرام، فألف مبروك لأبو فلة. من بعد ما صعد تيم مروان أخ غيث مروان بمقابلة تلفزيونية قبل أيام، واللي أثار فيها الجدل بأحد تصريحاته اللي كان من بينها رأيه بمحتوى أحمد أبو الرب، شارك غيث مروان فيديو ردة فعله على المقابلة قبل يوم، وبلش الجمهور ينتظر ردة فعل أحمد أبو الرب عليها. فبطريقة مفاجئة شارك أحمد هذا الستوري على إنستغرام اللي أظهر فيه صورة من المقابلة، وكتب: بيتكم فيديو، فكم نسبة حماسكم لردة فعل أحمد أبو الرب على المقابلة؟ انقطع أنوان مار لفترة عن التنزيل المكثف تحديدا على إنستغرام، مما أثار قلق الجمهور بشكل كتير كبير. فبهالستوري على انستغرام اجاب عن تساؤلات الجمهور وكتب: لانه ولا الصراحة الانستا صاير كله مشاكل، فما بحب وجع راسي فببعد. من فترة اختفت كل من رند وجودي من على يوتيوب تحضيرا لمفاجأة جديدة رح تنزل قريبا على قناتهم على يوتيوب، فكم نسبة حماسكم لمفاجأة رند وجودي؟ من بعد ما اعلن انس واصالة عن خبر ولادة اصالة المفاجئ بهذا البوست على انستغرام اللي بيظهر فيه صورة البيبي الجديد، ومن بعد اختفائهم لساعات شارك أنس هالستوريهات ليطمن الجمهور عن حالة أصالة والبيبي الجديد وسبب غيابهم وليش اختاروا يغيبوا عن مواقع التواصل الاجتماعي بهاي الفترة. كيفكم عائلة أصالة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كتير ممكن عم تسألوا، الحمد لله يا جماعة البيبي بخير، أصالة بخير، الخلقة كاملة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء الحمد لله منيح. وبالنسبة ليش لهلأ ما نزلنا الفيديو، بس كنا حابين ناخذ كم يوم للعيلة، نكون قريبين على بعض، نعيش اللحظة شوي، وبعدين بإذن صورنا لكم كل شيء، ولكن بهالوقت الحالي حابين نكون حوالين بعض، نكون العيلة قريبة لبعضها، وما نهتم بأديتينج وتصوير وتنزيل وإلى آخره، فنكون حوالين بعض. فهذا هو سبب التأخير، ولكن إن شاء الله حتشوفوا الفيديو، وإن شاء الله كله حيكون تمام. بس كنت حابب أشكركم على دعاويكم، والله حسيناها لحظة بعد لحظة، وكمان طبعا كلامكم الحلو والضجة اللي عملتوها، فكل الحب، وإن شاء الله نراكم على ألف 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 خير. ولكن اللي ما اكتشفناه لحد الآن هو اسم المولود الجديد، فممكن رح نعرفه بفلوج الولادة اللي رح ينزل قريبا جدا. فشو رأيكم؟ شو رح يكون اسم المولود حسب رأيكم أنتو؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.